إعادة البناء المتزن للعلاقات المصرية القطرية. هكذا يمكن قراءة زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى القاهرة، مكللاً مسار العلاقات بين البلدين الذي انطلق مع تفاهمات قمة العلا وما أعقبها من خطوات إيجابية من قبل الدوحة والقاهرة. ومنذ توقيع الدولتين على اتفاقية العلا في السعودية مطلع العام الماضي، شهدت العلاقات بين مصر وقطر تطوراً إيجابياً ملحوظاً، وتكللت بلقاءات متعددة بين الرئيس السيسي وأمير قطر، كان أبرزها الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في أغسطس من العام الماضي، فضلاً عن زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، حيث اتفق الجانبان على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بينهما، وعلى تشكيل لجنة عليا مشتركة بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة. التعاون المتبادل والتنسيق المشترك كان العنوان الأبرز للعلاقات بين مصر وقطر خلال الفترة الماضية، تعاون ظهرت ملامحه بوضوح في مختلف المجالات، في مسعى حثيث لإعطاء قوة دفع للعلاقات المشتركة بين البلدين، بما يرسخ مفهوم التضامن العربي ويحقق التنمية ويرسي الاستقرار في المنطقة، أهداف لطالما سعت مصر إلى تحقيقها كمنهج ثابت في سياستها الخارجية على مر التاريخ.